ايه يا جماعه الجمدان اللي احنا فيه دوت 41 الف مشترك وداخلين كمان على 42 الف مشترك في اقل من قول في 3 ايام تقريبا بتوع رمضان، يعني قبل رمضان جبنا ال 40 الف زي ما انا طلبت منكم، وبعدها ب 3 ايام بالظبط تقريبا جبنا 1000 مشترك او 1500 مشترك. فايه حاجه جامده جدا، يعني احنا بنعمله عظمه. فيا ريت الشباب بقى يعني رمضان اول ما يخلص كده نكون احنا جبنا ال 50 الف مشترك. ال 50 الف مشترك ده تبقى بالنسبه لي نص الهدف اللي انا نفسي اوصله من زمان اللي هو ال 100 الف مشترك. فيا ريت تدعموني، اعملوا لايك على الفيديو دوت، دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تدعمني بيها، اعمل لايك على الفيديو دوت عشان يوصل لاغلب الناس، يبقى انت كده عملت معايا واجب جدا. طب يا شباب الفيديو ده يوصل 200 لايك مش ياما وحاجه قليله بالنسبه لكم. يلا نخش في الفيديو من غير رغي كتير. صح، اي حد حابب يبيع اي حاجه من خلال القناه رقم التليفون هتلاقيه على الشاشه، ابعت لي صور الكلب اللي انت حابب تبيعه والمكان والسعر، وان شاء الله الفيديو الجاي الكلب بتاعك هيتعرض. نخش في الفيديو، يلا نبتدي بأول حاجة يا شباب. ومعانا جراوي بولي مستوى محترم جدا، الأب مستواه كويس جدا والأم برضه مستواه كويس. تعالوا كده نشوف الأب مع بعض. الأب حاجة تحس إن هي داخل فيها برندل أو لون البرندل يعني، وفيها أبيض، بوز مقطوم خالص، كلب برضه مستواه عالمي، قصير خالص، حاجة محترمة، حاجة من البوكيت، حاجة محترمة جدا. الأم برضه حاجة بلو، برضه تحس إن داخل فيها تايجر أو برندل زي ما بنقوله، فيها كذا لون يعني، فالنتا ما شاء الله حلوه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الخلفه كده مع بعض. الجراوي بيتبول بسم الله ما شاء الله مطلوب في الواحد 3500 جنيه، ده لو ذكر، لو نتا بقى مطلوب فيها 3000 جنيه والمكان حديقه القبه. الجراوي ما شاء الله حلوه، ولكن الفيديو اللي بعته لي للاسف الجراوي بتاكل، فولا وشها باين بس عظم الجراوي حلو تمام، فجراوي كويسه. روح برضه شوفه مع الطبيعه، لو في فيديوهات واضحه تواصل معاه وشوف الدنيا بتقول ايه، ما دام اهاليهم كده يبقى الكلاب هتبقى طالعه لاهاليها. معانا بقى جار وبيتبول، عنده حوالي 45 يوم حاليا، المكان المنوفيه، مطلوب فيه 1500 جنيه. الجار ده انا شايف ان عظمه كويس جدا، يا اما بقى التصوير هو اللي معلم الكلب ده. جمجمته تبقى حلوه جدا لان هو بعت لي الفيديو ده وعنده 35 يوم على فكره، مش 45 يوم ولكن هو حاليا 45 يوم. فجاره ما شاء الله حلو في التصوير، جمجمته حلوه، الوانه كويسه، مطلوب فيه 1500 جنيه والمكان المنوفيه. حلو شغال وسعره كويس جدا، برضه تواصل معاه في الدنيا بتقول ايه، واضح ان هو اصلا الكلب خايف وكده فالدنيا مش مظبوطه معاه، فانت تواصل معاه في الدنيا بتقول ايه. معانا بقى حاجه جيرمان، عندها 4 شهور، مستواه محترم جدا، متطعم معاه كل التطعيمات، ذكر مش نتايه، ماسك وش عالمي بصراحه، في لفه ظهر كويسه، في كسحه، شعرها لونج هير، الودان بتقف اهي خلاص يعني، عصبها يعتبر واقف، والالوان الحمراء بصراحه الكلب عالمي، كلب تحفه، جرو تحفه، بيتكلم عن نفسه، عنده 4 شهور وطالب فيه 3000 جنيه، والله يا بلاش، حاجه رخيصه جدا وسعر جامد جدا 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 بالنسبه للمستوى اللي انا شايفه بعيني، والله جرو مش محتاج اصلا تشوف اهاليه، يعني الكلب بيتكلم عن نفسه يعني يشرف نفسه، حاجه تشرف نفسها زي ما بيقولوا، تمام؟ معانا بقى كلب هاسكي، شغال شراسة على كلاب، وطبعا انا ما بحبش اقول حاجه زي دي لان في ناس بتستغل الموضوع ده تمام، واتجوز قبل كده وخلف، مطلوب فيه 3500 جنيه قابل للنقاش، وممكن يقل عن كده شويه حلوين كمان، يعني 3500 ممكن يقل شويه عن كده شويه حلوين لو انت رحت واتكلمت معاه وشفت الكلب يعني في التخليص، وقت الجد في كلام تاني تمام. بيقول لي عشان خاطر القناه كمان هيتعمل واجب مع اللي هيجي، زي ما قلنا المكان محافظه التأهلية شربين، فانت تواصل معاه، عجبك الكلب تواصل معاه، انا شايف ان مستوى الكلب حلو، عظمه حلو، كلب بيتجوز يعني شغال، وخلفته كانت حلوه، ممكن يكون متبهدل شويه ولكن انت لو خدته بقى ظبطه، بس هو ما شاء الله عالمي بصراحه حلو يعني. معانا بقى انت بيتبول برندل، برضو عمرها سنه ونص، للبيع او للبدل بكلب بيتبول شرس او للبيع ب 2000 جنيه تمام. المكان طنطا الغربيه، كلب برندل مستواها يعني يعتبر فوق الشعبي يعني متوسط، دول متوسط بلاش فوق الشعبي، متوسط، ومطلوب فيها 2000 جنيه. ممكن تتواصل معاه اكيد عند الجديه بيغير الراي وبيغير الكلام، فانت تواصل معاه وشوف الدنيا برضه بتقول ايه وهتخلص على ايه وكده، لو انت عجبتك النتايج او لو انت عندك ذكر وحابب نتايج تتجوز منها وكده، الكلمه دي ممكن تكون مناسبه ليك تمام. معانا بقى حاجه جيرمان، ذكر عنده 10 شهور ونص شرس، بيقول لك ما بتلمسش، مطلوب فيه 1500 جنيه وفي طاعه، السعر 1500 جنيه، المكان اسماعيليه. الكلب الوانه حمراء، هو يعتبر كلب شعبي ولكن شرس بيموت تمام، فديت حاجه ترجع او تخليك تمسك سعر في الكلب اكتر كمان من 1500 جنيه على فكره لو كلب شرس، لان في ناس بتطلب الحاجات اللي بتموت دي للحراسات وكده،
بينطلبوا جدا وليهم سوق، تمام؟ زي ما قلنا مطلوب فيه 1500 جنيه، معانا بقى جراوي منهم 500 جنيه كده، اللي هي جيرفون، جراوي جيرفون ب 500 جنيه بس، بيكنوا على جيرفون كمان، يعني بنقول عليها بكنيز تقريبا، عندهم 35 يوم مطلوب في الجرو 500 جنيه، المكان برضه اسماعيليه، هسيب لكم رقم التليفون على الشاشه، الكلبين دول او الكلاب ديت لنا شخصين، اللي هي كلاب الجيرمان والجيرفون، تمام؟ ما شاء الله مستويات محترمه جدا وحاجات جامده جدا. اخر حاجه بقى معانا حاجه جولدن، برضه بيمشي سايب، كلب رايق بصراحه، عظمه حلو وشعريته حلوه، بوزه طويل سنه، ولكن ده حاجه ما تعبوش بالنسبه للسعر اللي احنا نقوله، مطلوب فيه 800 جنيه بس. سعر جامد جدا، هسيب لكم رقم التليفون على الشاشه، بصراحه الكلب ممكن يجيب اكتر من كده كمان، فالكلب ما شاء الله حلو جدا جدا جدا، وسعره انا شايف ان هو جامد جدا جدا جدا. بس يا اخواتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو انا متاكد الفيديو هيعجبك، ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، كمان اخوكم تيركس، سلام.